مشاهدينا، واكيد بنرجع بنقول صباح الخير لكل الناس اللي عم بيتابعونا. موضوع جدا مهم اليوم انا والدكتوره آلاء البخيت، طبعا رح نحكي فيه بخصوص موضوع الالياف الغذائيه. يعني كثير بنسمع قصه انه كثره من الالياف الغذائيه مهمه مفيده للصحه، خلينا نقول كمان خاصه للناس اللي حابين انهم يعني ينزلوا من وزنهم او عم بيشتغلوا على قصه الدايت او الرجيم. شو هي الالياف الغذائيه؟ وين موجوده؟ شو هي مصادرها؟ خلينا نقول الكميه المفروضه علينا او الكميه المطلوبه فعليا لحتى نتناولها ونستفيد منها خلال النهار، وهل هو لازم كل يوم ناكل هاي الوجبات اللي بتحتوي على الالياف الغذائيه؟ خلينا نرحب سوا باخصائيه التغذيه الدكتوره آلاء البخيت، وهي استاذ مساعد بقسم التغذيه والتصنيع بجامعه البلقاء التطبيقيه، دكتوره التغذيه طبعا، وهي حاصله على دكتوراه تغذيه. صباح الخير لك دكتوره. صباح النور. انا المسلم. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. موضوع يعني انا وياك قبل شوي كنا عم فتحنا جوجل وبلشنا نعمل هيك زي سيرتش على قصة الألياف الغذائية. مبدئيا كثير بنسمع عنها، لكن خلينا نرجع هيك للمشاهدين نعرف شو هي الألياف الغذائية. مزبوط. صباح الخير. بحب يعني أول شيء أشكرك وأشكر معد البرامج على استضافتي لليوم وأعطائي فرصة للحديث عن موضوع الشيق يعني الألياف الغذائية. بداية زي ما حكيتي في كثير يعني إحنا يعني بنحكي عن الألياف الغذائية بس معظم الناس ما بتعرف شو هي الألياف الغذائية. فلو بدنا نعرف الألياف الغذائية، هي عبارة عن مركبات كربوهيدراتية غير نشوية معقدة في تركيبها، عبارة عن سلسلة طويلة ومتشعبة من السكريات الأحادية. طبعا هاي السكريات مختلفة في أنواعها. الروابط ما بين هاي المركبات السكرية بتكون روابط معقدة بحيث أنها لا يستطيع جسمنا الإنزيمات الهضم في جسمنا تحليلها أو هضمها. طب بس لما بنقول سكريات أحادية يعني برضو خلينا نبسط التعريف أكثر يعني للمشاهدين. يعني اليوم أنتم كأخصائيات تغذية اسم الله عليكم بتلاقيكم خلاص فاهمين شو عم تحكوا، لكن إحنا كأشخاص مش دارسين أو مش متخصصين نوعا ما الفكرة ما بتكون كتير واصلت لنا. سكريات أحادية شو يعني؟ يعني مثلا لو بدنا ناخذ مثال اللي هو الجلوكوز اللي هو السكر البسيط الموجود في كل انواع الفواكه. أوكي. والفركتوز وغيره، هاي سكريات أحادية. هلا في بالنسبه للالياف الغذائيه هي عباره عن سلسله من هاي السكريات مرتبطه مع بعضها البعض، ولكن الروابط ما بين كل سكر وسكر بسيط تختلف من مركب لاخر. أوكي. هاي الروابط بتكون بطبيعتها معقده بحيث انه الانزيمات اللي بجسمنا لا يستطيع تكسيرها وهضمها. أوكي. فبالتالي تبقى كما هي في الجسم وما بتمدنا باي سعرات حراريه، وبكون صعب كمان امتصاصها، لا تمتص ولا يعني ما بنستفيد منها يعني. ولكن هاي يعني خلينا نقول الالياف الغذائيه لها فوائد. أوكي. صحيه. تمام. فخلينا نحكي على مبدا عملها، كيف انها شو هي فوائدها يعني قبل، وين موجوده لما نقول الياف غذائيه؟ طيب. موجوده بالفواكه، موجوده بالخضره، وين موجوده؟ طيب قبل ما احكي عن هاي الشغله لازم هو نحكي عن نوعينهم. نوعين الالياف موجودين على الالياف الذائبه في الماء والياف غير ذائبه في الماء. الالياف الذائبه في الماء اللي هي من طبيعي من اسمها ذائبه في الماء، تذوب في الماء يعني، مثال عليها اللي هي البكتين. البكتين موجود في التفاح، اشهر مثال موجود في التفاح، في الحب سواء كان في القشره او في اللب. برضو كمان النوع الثاني اللي هو الالياف غير الذائبه في الماء، هاي مثال عليها اللي هي السلولوز والهيميسلولوز واللجنن، هاي كلها مركبات تعتبر من الالياف غير ذائبه في الماء وموجوده في الاوراق والسيقان النبات، موجوده في النبات في الخضار والفواكه. انت بما انك عم بتقولي التفاح خلينا بس انه يعني نقول احنا شو في عندنا مكونات، انت اليوم جايبه المكونات المفروض انه موجوده فيها الالياف. بتختلف من ماده الى ماده، يعني مثلا اليوم لما نقول تفاح انت قلتي بالقشر وباللوم موجود بالقشره، طبعا هو اكثر التركيز موجود احنا في القشره. مشكلتنا بتعرفي شو من القشره من قيم القشره وهذا خطا وبناكل اللي جوا، هذا غلط، احنا هيك ما استفدنا طبعا. يعني هنا كانه خففنا كميه كبيره من الالياف. هو في نسبه بسيطه في الالياف برضه في اللب في الفلاش للتفاح، ولكن احنا القسم الكبير اللي هي خلينا نسميها الدايتري فايبر الالياف الغذائيه اللي لها فوائد صحيه موجوده في القشره، فاحنا هيك خلصنا منها في عمليه التقشير. يعني حتى كثير بينصحوا انه ما تقشروها للتفاح، كلوها بقشرها طبعا يعني. مشان نستفيد من هاي الالياف. طيب. أوكي. برضو نكمل بس بالنسبه لموضوع الالياف الغير ذائبه في الماء، اللي هي موجوده في القشور الخارجيه للحبوب الكامله، القمح الكامل، الشعير، كلياتها هاي الحبوب. برضو
كمان موجودة في خلينا نحكي الخضار القاسية شوي مثل الجزر، كمان الخيار في عنا كمان موجودة بكثرة في اللوز الأخضر في القشرة الخارجية كمان. هاي كلياتها تعتبر غنية بالألياف من النوع الغير دائب في الماء، طبعا بالإضافة إلى أنواع الخضار الأخرى. كل قشور الخضار والفواكه بشكل عام غنية جدا بالألياف الغذائية، بالإضافة إلى الحبوب الحبوب الكاملة يعني غير منزوعة القشور. أنا بسمع أنه كله كتير أو يعني بركز على قصة أنه كله كتير شوفان الشوفان خلينا نقول القمح لأنه مليانة بالألياف الغذائية. القمح اللي هو الكامل وليس القمح اللي يعني إحنا لما نيجي نعمل عمليات البروسيسنج بالمصانع بشيلوا طبقة البران أو اللي هي القشور الخارجية، فبعدين لما انتبهوا لأهمية الألياف الغذائية رجعوا نسبة من البران مع خلطوها مع الطحين فبالتالي صار في عندنا طحين أسود ونعمل منه القمح الكامل. أنا ما بدي تروح الفقرة ونحن بس عم نحكي يعني بالزبط. أنا بدي نحكي بشكل خلينا نقول أدق أكثر وأسهل للمشاهد يعني اليوم الوجبة المفروضة مني أنا اليوم كشخص خلينا نقول بلشت نهاري بشتغل قد ايه كمية الألياف الغذائية المفروض أخذها وخلال النهار والوجبات اللي بتحتوي عليها؟ تمام، هسا احنا احتياجنا اليومي من الألياف مقداره يعني ما بين 30 ل 20 ل 30 جرام باليوم لكل 1000 كالوري. فأنا هون جبت مثال يعني تقريبا هاي الوجبة خلال اليوم مكونة تقريبا من 1000 كالوري وخلينا نشوف إيش فيها يعني يلا. من الألياف يلا. فبداية إحنا هون عندنا مثلا هاي وجبة الفطور. وجبة الفطور طبعا فيها الخبز، أنا اخترت البيض والخيار. طبعا هون اخترت الخبز اللي هو الكامل الأسود اللي هو فيه القشور، فبالتالي هون أخذت كمية من الألياف المنصوص فيها. هلأ هذا معناته إنه الخبز الأبيض مش داخل فيه ليس فيه ألياف. لا عشان هيك بيروحوا اللي بيعملوا دايت كتير او عنده مشاكل بالجهاز الهضمي بتلاقيه بيروح للخبز الاسمر. بالضبط. اوكي هلا رح نحكي عن فوائده كمان شوي. بعديها بعد وجبه الفطور في عنا وجبه السناك اللي هي بتيجي ما بين الفطور والغداء. طبعا بهاي الحاله انا حطيت اللي هي وجبه اللوز موسمه، يعني بما انه هو موسم انا حبيت نحكي عنه شوي. طبعا طلعنا على الحبه بنلاقي انه هي القشره الخارجيه كلياتها عباره عن الياف من النوع الغير دائب وبرضه بالاضافه الى من الداخل فيها الياف دائبه من نوع الدائبه في الماء. تمام. طيب هاي الوجبه اللي ما بين الوجبتين. هسا وجبة الغداء مثلا، طبعا الوجبة هاي بنشوفها هي كمية قليلة بس لأنه هي تمثل 1000 كالوري، طبعا هي غير كافية لاحتياجنا احنا بشكل عام، بس لأنه مشان أمثل يعني ايش هي الكمية من 20 بالضبط ل 30 جرام. تمام. فبالتالي هاي مثلا هون لو طلعنا على السايد ديش هون بنشوف إنه هي مكونة من الخضار، هاي الخضار كلياتها غنية، الجزر والبازيلا والذرة والبروكلي كلياتها فيها. أنا حاسة كأنه رايحة القصة للون الأخضر أكثر، يعني اللي فيه ألوان أخضر أو في مثلا المواد غذائية لونها أخضر معناته بيكون فيها ألياف غذائية. هو مو شرط، هو موجودة لا هو موجودة كلياتها في القشرة وفي خلينا نسميها السكن تاعت النباتات والخضار بشكل عام. فإحنا كل ما كثرنا كمية الأكل النباتي سواء كان خضار أو فواكه فإحنا هيك زودنا كمية الألياف. أوكي. طبعا الرز هون لو انه كان رز اسود طبعا بيكون منغذي اكثر بالالياف الغذائيه. طبعا اضافه الى طبعا الجاج هون بس مشان يعني انه نغطي كميه الألف كالوري. فبس انا هون بمثل انه شوفوا الكميه الاكبر جايه من الالياف. اذا الالياف الغذائيه عاده موجوده بالمواد الغذائيه النباتيه طبعا مش الحيوانيه، يعني ما تقولوا انه البيض والحليب والجاج مش داخل فيها الالياف. هو فقط عشان احكي لكم انه وجبة ال 20 جرام ولا 30 ملي جرام وين بتكون موجودة؟ بالخبز، باللوز مثلا، أو إذا أخذنا خيارة كمان في عنا أثناء الغداء. كمان وجبة العشاء ممكن تكون عبارة عن صحن سلطة بهاي الكمية إذا كنا بنحكي عن كمية 1000 كالوري. طبعا هاي كلياتها بنطلع عليها كلياتها عبارة عن بندورة وخيار وخس وكمان في عنا جزر، في ممكن نحط جزر وفي كمان الزيتون. هاي كلياتها أغذية نباتية غنية جدا بالألياف الغذائية. حلو. تمام. حبيت لان امبارح تعشيت سلطه احلى شيء، حسيت حالي انه انجزت والله اكلت يعني اكلت شعور بالشبع وبتعطيكي فائده صحيه تمام. كبيره. الكميه المفروضه علينا ناكلها خلال النهار يعني لو مثلا احنا قلنا انه خلال وجبه واحده مثلا بتكون كافيه لمعالجه كل المشاكل اللي ممكن تكون عنا، اذا بدنا نحكي عن مشاكل الجهاز الهضمي اكثر شيء الالياف الغذائيه بتساعد. تمام. تمام، يعني احنا لو اخذنا الاحتياج اليومي بهالصوره ان شاء الله راح تكفي يعني بعلاجها مره على مره، وان شاء الله اذا في مشاكل بتروح. احنا حكينا بشكل
عامل فوائد للالياف الغذائيه؟ ما حكينا، يلا خلينا نحكي قبل بالزبط. بس ما يروح منا الوقت. طبعا الالياف الغذائيه عشان نفهم كيف بتادي وظيفتها خلينا نعرف مبدا عملها. الالياف الغذائيه في جسم الانسان بتشتغل كالسفنج، شبيهه بالسفنج، السفنج بتمتص ماء. الالياف في جسمنا في المعده بتمتص ماء وبتنفخ بيزداد حجمها. طبعا هاي الفائده بنستفيد منها على مرحلتين، مرحله المعده ومرحله الامعاء. مرحله المعده اذا نفخت اذا نفخت في المعده معناتها راح تعطينا شعور بالشبع، راح تعبي المعده، فبالتالي انا هيك عملت كنترول على الشهيه. طيب المرحله اللي وراها بتنزل من المعده بتنزل على الامعاء، في الامعاء برضه هناك في مي راح تمتص، راح تزداد حجمها، بالتالي اذا ازدادت راح يصير في اتصال ما بينها وما بين العضلات الموجوده في الامعاء، فبالتالي راح تشجع حركه الامعاء. فاذا تشجعت حركه الامعاء معناته انا سهلت ايش مرور كل المواد الغذائيه المتراكمه في منطقه الامعاء، فانا هيك لغيت مشكله الامساك اذا في مشكله في الامساك. كمان بسبب اعطائي شعور بالشبع فانا سيطرت على الشهيه، وبرضه يعني استعمل كسلاح قوي جدا في الحميات المعده للرجيم. حلو، اذا بدنا نستخدمها اذا بدنا ناكل الالياف الغذائيه للرجيم للناس اللي بيعانوا من المشاكل في الجهاز الهضمي. القولون له دخل كمان؟ القولون طبعا. هسه في شغلات احنا لازم نحكيها، انه اذا كان كنا بنعاني من امساكات مستمره في منطقه الامعاء معناته تراكمات لمسببات لبعض انواع السرطانات بتكون موجوده في منطقه الامعاء. طبعا تمتاز الالياف انه هي لها قدره على الارتباط ببعض المركبات هذه، ومثل الكوليسترول، والكوليسترول يعتبر مسببات السرطان. فبالتالي اذا ارتبطت فيها معناته هي راح تاخذها وتسحبها معاها للخارج. فانا هيك قللت من مشكله مشاكل القولون ومشاكل الانتفاخات، وكمان مشاكل اللي هي تراكم المسببات السرطان مثل الكوليسترول. الله يبعد عنا وعن كل المشاهدين كل الامراض. انا راح ابلش وجبتي الفطور اليوم معك، منيحك جبتي لي تفاحه وبحب التفاح الاحمر يعني. انا بدي اشكرك دكتوره الاء البخيت على وجودك معنا، يعني استفدنا كثير. شخصيا انا فهمت ايش معنى الالياف الغذائيه، لانه بسمع فيها لكن يعني مرات بحس حالي ملخبطه مش عارفه وين هي موجوده اصلا الالياف الغذائيه. ركزوا على الخبز الاسمر، ركزوا على الحبوب، على القمح، مظبوط، على الشوفان كمان، هاي للناس اللي بيعملوا دايت. مره ثانيه شكرا لك دكتوره الاء البخيت وجودك معنا لليوم. شكرا لكم.